تفعيلاً للشراكة الجامعة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني، سلمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني تحت شعار شراكة فاعلة ومتجددة من أجل خدمات اجتماعية جيدة. كما تعلمون عرفت هذه الشراكة تطور من حيث المصادر، نسترعي في ذلك الحكامة والشفافية وكذلك التوازن بين الجهات. خصصنا هذه السنة 43 مليون درهم لمجمل المشاريع، إضافة إلى 155 مليون درهم للجمعيات التي تسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولقد تم خلال هذا الحفل الذي حضره ممثلون عن الجمعيات الشريكة على المستويين المحلي والمركزي تقديم حصيلة برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات برسم سنة 2014.